خلونا ناخد هاتفيا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الوضع في سوريا سيادة اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة والخبير الاستراتيجي طبعا والعسكري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. سيادة اللواء، يعني الوضع في سوريا مؤسف جدا، يعني أستطيع أن أتخيل أنه هناك أبرياء، هناك مدنيين، هناك الملايين من البشر الذين يتوقعون في أي لحظة أن تقصفهم الصواريخ الأمريكية وصواريخ الغرب، بينما زي ما كنت بقول دلوقتي دونالد ترامب الحقيقة بيتلذذ في كتابة رسائل على تويتر فيها اتهامات لبوتين وفيها اشتباكات مع الإدارة الروسية، ويستخف جدا بفكرة الصواريخ التي قد تطلق في أي وقت كضربة عسكرية على سوريا. ما هو الوضع يا سيادة اللواء، وهل الضربة بالفعل العسكرية أصبحت وشيكة جدا أم أنه هناك ربما مخرج من هذه الأزمة؟ طيب نمسك الأول التعليقات بتاعة ترامب وبوتين. طبعا كل النهاردة التعليقات اللي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتدين بوتين كرئيس لأمريكا، أنه أولا أعلن أن الضربة دي في تويتر وقال ده ما يصحش، وقالوا كلهم ده ما يصحش، مش دي سياسة دولة عظمى أن رئيس الدولة يعلن أنه حينفذ ضربة من خلال تويتر. ده الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية أن دي كانت السبب امبارح ان الضربه تتاجل، لان الضربه المفروض كانت تتم الصبح الفجر، فلما هو اعلن هذا الاعلان على صفحته بالتالي اولا افقد الولايات المتحده المفاجاه اللي كانت بتتم بيها. يعني اسرائيل من 4 ايام شنت الضربه في سريه تامه في الفجر، تمت ونفذتها بمفاجاه كبيره. فالنتيجه انه قال الكلام ده ان امريكا فقدت مبادئه. الحاجه الثانيه ان ادت فرصه طبقا للتحليلات الامريكيه يعني ان السوريين يعرفوا ان في ضربه، فبالتالي غيروا وحركوا الاماكن المعدات والادوات من اماكنها، فبضطرت امريكا انها تغير ميعاد الضربه يوم او يومين عشان تعيد التخطيط ثاني للضربه بعد ما السوريين حركوا المعدات بتاعتهم. لكن هي ضربه طبقا للتقديرات هتتم، لان الوقت موافق عليها هو وطبعا فرنسا انهم هينفذوا اثنين. طبعا لسه مجلس العموم البريطاني او الكابينت ما اداش موافقه للتيزا مي اذا كانت انجلترا هتشترك ولا لا، انما طبعا عفوا سياده اللواء، بس تصريحات تريزا مي الاخيره لا يعني بتشير ان هم معاهم قلبا وقالبا في هذه الضربه العسكريه. معاهم قلبا وقالبا، ولكن هي مستنيه موافقه الحكومه. هما كانوا مستنيين النهارده الحكومه الاجتماع، انا ما اعرفش حتى رئيس الاجتماع، لكن هي مستنيه. انت عارفه طبعا مشكله بريطانيا قبل كده وتوني بلير في ايام حرب العراق، لانه وقف وقال العراق فيها نووي وبعد 4 سنين طلع اعتذر ان هذا الكلام ده غير سليم، وكانت النتيجه ان في 1 مليون قتلوا بسبب هو وبوش لما قالوا ان في نووي في العراق واتضح ان ما فيش نووي. عموما الساعات القادمه هتقول لنا ماذا سيتم، ولكن تقديراتنا ان هو طبعا ترامب هينفذ الضربه، ولكن هتبقى ضربه محدوده على بعض المطارات وبعض وسائل الدفاع الجوي وبعض مراكز القياده، وهم دايما بينفذوا الضربه دي مع الفجر عشان ما يبقاش في اكبر عدد من الافراد موجودين او ماشيين يعني عموما. وبرضه اسرائيل نفذت الضربه دي من 3 ايام في الفجر في الصباح. انما احنا بنامل ان الامور تهدى في سوريا، لان طبعا لو تشوف انهم عملوا الكلام ده ليه دلوقتي، لان سوريا ما صدقت من 2 3 شهور خلصت من داعش. سوريا هتبدا مرحله الاستقرار. الجيش السوري امبارح دخل واحتل الغوطه بالكامل، فاصبح ما عادش فيه اي عناصر مناوئه في المنطقه، فسوريا داخله على مرحله الاستقرار. سوريا عندها غاز زي مصر واسرائيل ولبنان، فطبعا هم مش عاجبهم الكلام ده، فعشان كده اعتقد خلقوا هذا الموضوع. ان شاء الله بنامل لسوريا الاستقرار في الفتره القادمه وتعدي الامور دي على خير. الضربات العسكريه الوشيكه دي يا سياده اللواء بنتكلم على زي ما حضرتك ذكرت طبعا هي مواقع محدوده، هل هي مواقع عسكريه، هل هي قواعد عسكريه روسيه موجوده هناك، يعني ايه المواقع المحدده؟ لا، هي مواقع عسكريه سوريه، بكرر تاني سوريا، وهم اجلوا الضربه من امبارح للنهارده بسبب انهم كانوا بينسقوا مع الروس،
عشان يعرفوا اماكن تواجد العناصر الروسيه فين حتى لا تحدث اي اصابه خطا مع الروس، فالروس اضطروا يرد. انما كل الضربات هتبقى ضد اهداف سوريه، ضد مطارات، مراكز قياده، رادارات، كل دي هي اهداف الضربه الامريكيه. طب ايه اللي هيحصل بعد كده يا سياده اللواء؟ يعني ضربوا المواقع دي كلها، ها يعني ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طب ما هو ضرب قبل كده برضه في الفتره اللي فاتت لما حصل برضه اتهم سوريا بانها ضربت استخدمت الغاز. يا فندم، هو العالم لحق ينسى صوره كولين باول وهو طالع بيؤكد بالزبط. وجود النووي في العراق بالزبط. وطلع بعدها بكام سنه يعتذر ويقول انا اسف انا كنت غلطان. ايوه، وتوني بلير، هما الاثنين، هما امريكا طبعا ما فيش حد بيحاسب حد. وانت شايفه النهارده مكتب الامن بتعرضي فيه اي قرار، ده بيقوم عامل فيتو وده بيعمل فيتو. فهي للاسف السياسه اللي موجوده النهارده ان القوي بيعمل اللي هو عايز يعمله. انما بنرجو ان شاء الله تعدي الموضوع ده على خير وسوريا تقوم، لان النهارده سوريا خلاص الحمد لله قادت على داعش، ما عادش في ارهاب. النهارده الجيش السوري دخل الغوطه كلها واحتلها، وما عادش في اي بؤر موجوده في سوريا تهدد امنها وسلامتها. بنرجو ان العمليه دي تعدي على خير وتبدا سوريا تفوق بقى وتبني نفسها خلال الفتره. طيب يعني هم هيضربوا ضربه واحده ويمشوا؟ طيب يعني ضربه واحده. ايوه ضربه واحده. الهدف منها ايه برضو؟ يعني الهدف منها هي اضعاف القدره العسكريه للجيش السوري، وده يعني طبقا لكلامه هو بيقول ان احنا بنقرص ودنهم بنقدمهم على انهم يستخدموا الغاز ضد المدنيين. انما هذا الكلام ده كان المفروض يتم بعد التحقيق، والتحقيق ده لعلمك لو بعت لجنه تفتح على الغاز او تفتش ممكن بعد شهر شهرين تلاقي الغاز ده موجود. انما هم استعجلوا. لا، وبعدين تعالي شوفي بقى المانيا النهارده قالت لا انا مش هشترك ومش هتعاطف معاهم ولا حد قوات، احنا موجودين بنراقب وبنشوف الكلام ده. لان المفروض عشان ينفذ اي حاجه قبل كده يبعت لجنه محايده تفتش وتشوف وتقول الغاز ده اتضرب ولا لا، واذا كان اتضرب بيتضرب منين، بيتعرف الكلام ده كله. انما للاسف هو استعجل وبيبدا ينفذ هذه الضربه دون اي تحقيقات مسبقه سواء هو او باترون الفرنسي. بشكرك جزيل الشكر سياده اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق بالقوات المسلحه على هذا التحليل. كان المفروض يكون معنا محلل سياسي من روسيا فيتشسلاف ماتوزوف، الحقيقه عنده بس مشكله في الهاتف. لو وصلنا له يا شباب في اي وقت خلال الاخبار يا ريت نعيد الاتصال به، نعرف برضو يعني كيف هو الوضع على الاقل من جانب الراي العام في روسيا بخصوص هذا الموضوع. النهارده